بسم الله. الصوم والرياضة. كثير من الناس يتساءل أي أفضل أوقات الرياضة أثناء الصوم؟ إن كانت نوع الرياضة المشي مفيد قبل الإفطار بساعة، ولكن لا تكون هناك شمس قوية أثناء أو حر، يعني درجة حرارة مرتفعة أثناء المشي، لأن ذلك يعرض الجسم للجفاف، لكن جيد قبل الإفطار بساعة أو نصف ساعة. أما التمارين المجهدة الأخرى مثل رياضة الجري وكمال الأجسام ورفع الحديد وغيرها، هذه تفضل بعد الإفطار بساعتين إلى 3 ساعات، يعني بعد صلاة التراويح، وأن لا نفرط في التمارين، لأن التمارين عندما نفرط فيها تحتاج أيضا إلى جهد كافي إضافي وإلى ماء وإلى أنزيمات تتفاعل بشدة. مفيد الذين يلعبون الرياضة ساعة واحدة تكفي، لكن بعد ما يخلصوا من الرياضة إذا كانت بدنية شديدة شوي يجب أن يأخذوا مصدرا من البروتين ومصدرا من السلطات والفواكه مقننة. شكرا لكم.